السلام عليكم. بهذا المقطع يا شباب راح نحكي عن شخصية اياتو، واحدة من الشخصيات الحاليا عليها ضجة كلش كبيرة بمجتمع جينشن امباكت. السبب هسه راح نتكلم عنه، واللي هو حركات المميزة، وايضا هو واحدة من الشخصيات القليلة اللي راح تنفعنا بكل شيء، وراح اوضح هاي النقطة بالضبط بالمقطع. نبدي اول شيء مع شرح شوية بسيطة شخصية اياتو. اياتو يستعمل حركتين، الحركة الأولى واللي هي الإلمنتال سكيل، واللي هي نفس ما تشوفون يسوي نسخة مائية، وأيضا راح يتحول ضرباته كلها إلى ضربات هايدرو تقدر تضرب بيها. المميز بها إنه ضرباته كل السريعة، بحيث أنت قاعد تشوفه كأنما قاعد يسوي انتقال بالضربات. بس هنا أكو عيب أيضا صراحة لاحظته وذكروا بعض التسريبات، إنه على الأكثر بعد ما تستعمل الإلمنتال سكيل ما راح تقدر تسوي لا بلانجينج اتاك ولا تشارج اتاك، لانه لا كان راح يزود بلانجينج اتاك، فراح تفكر بكومبوهات ممكن تسوي لك دمج مو طبيعي بأياتو. لكن هاي النقطة وضحوا لناها التسريبات. الحركة الثانية واللي هي الالتيميت، الالتيميت مالته فكرتها مو مميزة، وشفناها بهواي شخصيات. من عندها شخصية جانيو فكرتها انه تسوي لك منطقة، هاي المنطقة راح يوقع بيها السيوف من ماء، وهاي السيوف من ماء راح تدمج العدو، ايضا راح تخلي عليه عنصر الماء. وهاي الحركة هي الوحيدة الممكن راح تخليني اجيب شخصية اياتو، وراح اوضح هاي النقطة ايضا. اوكي، حكيت بشكل بسيط عن الحركات. ايضا حسب التسريبات يقولون انه بعض الباسف تالنت اللي عند الالتيميت او الانيميتال سكيل فكرتها انه تاخذ من البيست اتش بي عندك وتحولها الى اتاك، لكن انا هنا عندي توقع، وان شاء الله من تنزيل الشخصيه ايضا راح اذكره الى صاب توقعي او لا، هو انه الشخصيه اياتو على الاكثر ما راح تركز على الاتش بي بهاي النقطه، يعني ما راح يكون بناءنا نفس بناء شخصيه هوتاو او زونغلي، اللي هم احنا اغلبيتنا نبنيهم على اتش بي، او اعتقد كل اللاعبين يبنوهم الشخصيتين ذن على الاتش بي. السبب لانه هوتاو نفس ما ندري نحول ما تحول مالته الاتش بي الى اتاك، وايضا زونغلي الدرع مالته قوته تعتمد على مالتك الاتش بي، فهذا الشخصيتين المميزات. اياتو احتمال جوز يستفاد من جزء من البيس اتاك، لكن اعتقد خاصية الاتاك يعني مالتك الكوب او الساعة راح تكون اتاك على الاكثر او بنسبة 100%، الا اذا فاجأتني اللعبه وطلعت غير عن التسريبات. واحده من البس اوف تالنت ذكروها بالتسريب انه مالت الاي واللي هي الالمنتال سكيل مالت شخصيه اياتو راح تعتمد على مجموعه من الاستاكات تجمعها خلال فتره الالمنتال سكيل، وهاي الاستاكات راح تفيدك بالالتيميت. صراحه ما يعني ما وضحوا لنا التسريب بشكل كامل للفكره مالت هذا البس اوف تالنت، فمن ينزل الشخصية نتأكد من كل شيء فيها، يعني من الستاتس او عليه من تعتمد او كل شيء. اوكي، هنا اعتقد يعني وضحت شخصية اياتو وبعض الحركات مالت الالمنتال سكيل. هنا راح اذكركم شغلة بسيطة عن سلاحها. طبعا سلاحها صراحة واحد من الاسلحة اللي عجبتني، السبب لانه جاي مع الشخصية. طبعا انا يعجبني السلاح اللي يكون شكله ضابط مع الشخصية، يعني في السلاح ديلوك مثلا، لان انت عندك شخصية ديلك وعنده سلاحه راح يكون شكل اسطوري. بعيدا عن الشكل، السلاح نفسه راح يكون به خواص رهيبة. واحدة من الاشياء الرهيبة باول شيء معروف لا دام سلاح 5 ستار اي البيس اتاك مال تعال. ايضا الخاصية الرئيسية مالت السلاح راح تكون كريت ريت، وايضا من تطور شخصية اياتو راح تتطور عنده الكريت دمج، فهذا يوضح لنا انه اكو توازن شوية بالشخصية ممكن نستفاد من عنده، يعني ما راح نتعذب نقول بناء من حيث الكريت ريت او كريت دمج. اوكي، نجي يعني تقريبا راي يعني الشخصيه او الاشياء الصدق متحمس لها بالشخصيه. اول شيء الصراحه اكثر شيء عاجبني بالشخصيه مو هو الالمنتال سكيل، على ان الالمنتال سكيل حلو فكرته انه ضربات سريعه عجبتني، لكن فكره الالتيميت راح تفتح لك عالم من الكومبوهات الجديدة، المجموعة من الشخصيات الدي بي اس الموجودة عندنا. واحدة من الشخصيات اللي راح تكون تستفاد من شخصية اياتو كسبورت هي شخصية هوتاو. السبب يا شباب انه الالتيميت راح تسوي على الاعداء عنصر الماء، وايضا هوتاو اذا صار عندها فابورايز راح تدمج لك دمج عالي، فانت تخيل انه طوال الوقت راح تكون عندك التيميت اياتو،
فراح يكون كومبو رهيب بين اياتو وايضا شخصية هوتاو. الكومبو الثاني بين شخصية اياتو وشخصية غانيو، وهذا واحد من الكومبوهات اللي راح تدمر اللعبة حرفيا، وراح تدمر لك الابيس، خاصة اذا كان بالابيس مجموعة من الاعداء، يعني اذا انت بالطابق التاسع عاشر 11 اعتقد هذا الكومبو راح يسهل لك الابيس. السبب انه الالتيميت مالت اياتو راح تضيف على العدو ماء، والالتيميت مالت غانيو راح تضيف عليه ثلج، فراح يصير طوال الوقت الشخصية او العدو اللي قدامك راح يكون متجمد. ولا انت عندك شخصية هوتاو فانت راح يصير عندك تفاعل ملتو اللي هو التفاعل قوي قوي كلش. بعيدا عن قوة التفاعل ايضا راح العدو اللي قدامك ما راح تحتاج حتى تهتم الى انت عندك درع او لا، راح هو يصير مجمد قدامك وانت تضربه هو يرجع يتجمد بعد الضربة. فالكومبو هذا كومبو راح يكسر اللعبة، متأكد من هذا الشيء. ايضا الكومبو مالتي الالتيميت لا استغليناه بشكل صحيح، ممكن نسوي مجموعة من الكومبوهات الرهيبة. يعني اعطيكم واحدة من الكومبوهات، الى اجت شخصية اياتو انا بنفسي راح اسويها. الكومبو للبالي هو كومبو من ثلاث شخصيات وشخصية رابعة ممكن انت تحددها. الكومبو الاساسي راح يكون شخصية اياتو وشخصية غانيو وشخصية فينتي وشخصية شانلينج. طبعا شانلينج انت تقدر تبدلها باي شخصية ببالك، لكن راح اوضح لكم ليش هذا الكومبو راح يكون شيء خيالي. السبب الرئيسي يا شباب، الكومبو راح يعتمد على ذني ثلاث شخصيات، وذني ثلاث شخصيات الالتيميت ملاتها متفقات، يعني صار بيناتهم مزج اسطوري. الا سويت الالتيميت مالت غانيو وبعد الالتيميت مثلا مالت اياتو بعد الالتيميت مالت شخصية فينتي، فينتي راح يجمع لك الاعداء مثلا بنص الالتيميتات، وايضا الالتيميت الثانية راح يجمد العدو، فراح يصير عليه تفاعل كلش قوي، يعني من قوته ممكن يمسح لك العدو بدون لا الضربة اي ضربة زيادة. والسبب انه شخصية شانلينج ايضا راح تكون رهيبة، راح يكون عليه تفاعل الملت واللي هو تفاعل كلش قوي من الالتيميت مالتها او حتى الدبدوب مالتها. لا طبعا ذكر شخصية شانلينج لانه شخصية شانلينج اعتقد اغلبية او كل الاشخاص او 100% كل الاشخاص باللعبة عندهم، ليش؟ انه هي شخصية مجانية تحصلها بداية اللعبة. فهذا التفاعل يا شباب او الكومبو يا شباب راح يكون فتشي خيالي خيالي حرفيا، ممكن يخلي شخصية ايتو او منو ايتو اياتو واحدة من شخصيات التوب باللعبة كسبورت او كدي بي اس. صراحة انا راح اميل الشخصية اياتو كسبورت اكثر من شخصية اياتو كدي بي اس، اصلا اعتقد بناء كسب دي بي اس راح يكون شيء يعني مفيد اكثر من ما تبني تركيزها الاساسي دي بي اس. فاوكي يا شباب لهنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى عجبكم المقطع. طبعا ادمجت وهي الكلام لانه حرفيا ظليت اتخيل مجموعة من الكومبوات اللي راح تجي، وصراحة حمستني للتحديث الجاي. فاتمنى تعطوني رأيكم عن الشخصية جوا بالتعليقات، وايضا اعطونا لايك بطريقكم واشترك بالقناة لا انت ما مشترك، وياه مع السلامة. وايضا قبل لا نروح يعني لا تنسى رابط الانستغرام مالتي جوا وايضا رابط الديسكورد، اتمنى تنورنا عليهم. ياه مع السلامة.